حبيبها الأولاني خانها بعد ما سابت الشغل علشانه، ومنير سابها قبل كتب الكتاب، وربنا عوضها بجوزها، وبتحب تعمل دور الأم علشان يعوضها إحساس الأمومة، ورفضت فكرة التبني. صندوق أسرار الفنانة نجلاء بدر. نجاح كبير حققته الفنانة نجلاء بدر خلال الفترة الأخيرة في الدراما المصرية، فكانت كل دور بتلعبه بيسيب بصمة كبيرة عند الجمهور، فرغم إنها بترفض أدوار البطولة، لكنها قادرة تحافظ على نجاحها في الأدوار اللي بتقدمها، وآخرهم دورها في مسلسل صوت وصورة مع الفنانة حنان وطوع، واللي حققت من خلاله نجاح كبير عند الجمهور. لكن رغم نجاح وشهرة نجلاء بدر الكبيرة، لكن في حاجات كتير ما يعرفهاش الجمهور عنها. فيا ترى ايه هو صندوق اسرار الفنانة نجلاء بدر؟ نجلاء بدر اعلامية وفنانة مصرية، اتولدت في 6 اكتوبر سنة 1974، والدتها مصممة ازياء خاصة للفوازير المصرية، فطلعت نجلاء بتحب الفن جدا، وكانت عايزة تخش معهد السينما، لكن والدها رفض، فدخلت كلية الاعلام، وابتدت حياتها العملية كاعلامية في قناة NBC في لندن، لحد ما قابلت شاب مصري حبيته جدا، وطلب منها وقتها تسيب شغلها في محطة NBC في لندن، ونفذت رغبته. لكن في النهاية وبعد التضحية اللي ضحيتها علشانه، اكتشفت انه خانها، فانفصلت عنه ودخلت في مرحلة اكتئاب. لكن بعدها حاولت نجلاء تمر من المرحلة الصعبة دي، واثناء شغلها كاعلامية في قناة NBC اتطلب منها تحاور الفنان محمد منير، وبعد لقاءات بينهم اتفاجأت ان الكينج محمد منير بيطلبها للجواز رغم فرق السن الكبير بينهم. وقتها نجلاء حست انها محتاجة للاستقرار فوافقت، وعمل لها منير أغنية لما النسيم. لكن قبل كتب الكتاب بيوم واحد بس اتفاجأت ان منير اختفى تماما ومش بيرد على اتصالاتها، ففهمت انه بيتهرب من جوازه منها. ولما سألته عن سبب هروبه منها قال: انا حاسس ان هظلمك معايا، انت لسه بنت شابة وانا راجل كبير، واكيد هتلاقي فرص تانية احسن مني. وطبعا اتصدمت نجلاء، وكان الموقف صعب عليها. لكن بعدها بفترة بدأت تركز في الحاجات اللي بتحبها وهي الفن، وبدأت تظهر في ادوار ثانوية في الدراما المصرية، وقدرت تسيب بصمة فيها، وكمان المخرجين بدأوا ياخدوا بالهم منها، فزادت شهرتها وبقى وجودها في الدراما المصرية أساسي. أما بقى من الناحية العاطفية، فبعد تجربتين كانوا صعبين على نجلاء بدر، فالتالتة كانت التابتة زي ما بيقولوا، واتجوزت رجل الأعمال المصري محمد عفيفي في 2016، والاتنين عايشين مبسوطين ومستقرين مع بعض. لكن ولأن نجلاء اتأخرت في الجواز فما قدرتش تخلف من جوزها الحالي، لكنها بتحاول تستمتع بإحساس الأمومة في الأدوار اللي بتلعبها، خاصة انها رفضة فكرة التبني. فقالت نجلاء في تصريحاتها الاخيرة: الفنان بيدور على ادوار ما قدرش يعيشها، انا بستمتع باحساس الامومة خلال المشاهد، خاصة اني بفتقد الاحساس ده في الحياة الواقعية، بعوض حاجة ناقصاني. كمان انا ضد التبني ومش ضد كفالة اليتيم، انا رفض التبني، لان الطفل لما يبلغ سن الرشد ما ينفعش يقيم معايا في البيت، او لو كانت بنت ما ينفعش تقيم مع زوجي في البيت، التبني مؤلم، وجوزي حنين وعشرته حلوة وكريم وعنده مميزات كتير، وربنا عوضني بيه وهو الأب والزوج والابن. وحاليا نجلاء بدر عايشة حياة مستقرة مع زوجها، وحققت نجاح كبير على المستوى الفني، وبقى الجمهور بيشجعها وبيدعمها أكتر.